قام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه هذا اليوم بزيارة إلى المدفعية الملكية. فلدى وصول جلالته كان في الاستقبال سعادة الفريق الركن ذياد بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان وقائد المدفعية الملكية وعدد من كبار الضباط. صاحب الجلالة على الشرف جاهز للتفتيش سيدي. ثم تفقد جلالته حرس الشرف الذي اصطفى لتحيته. بعد ذلك استمع جلالة الملك المفدى القائد الأعلى أيده الله إلى إيجاز حول المهام التي تقوم بها المدفعية الملكية وخطط التطوير المستقبلية لتعزيز قدراتها وكفاءتها القتالية.
بعد ذلك توجه جلالة الملك المفدى القائد الأعلى إلى نادي الضباط، حيث اصطف عدد من أفراد وأسلحة وآليات المدفعية الملكية على جانبي الطريق تحية لمقدم جلالته أيده الله. ثم التقى جلالته حفظه الله بعدد من ضباط الوحدة، حيث أبدى جلالته للحضور توجيهاته وإرشاداته السامية، مشيدا بالجهود المثمرة التي يبذلها جميع ضباط وضباط صف وأفراد المدفعية الملكية والمستوى المشرف الذي وصلوا إليه من جاهزية قتالية وما يتحلون به من شجاعة واحترافية عالية. وقد أعرب جلالته عن اعتزازه بجميع رجال قوة دفاع البحرين البواسل وبمشاركتهم مع أشقائهم من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الشقيقة والصديقة في عملية إعادة الأمل بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، وما أبدوه من كفاءة وشجاعة في هذه المهمة الإنسانية السامية، وتشرفهم بمشاركة أشقائهم البواسل بالقوات المسلحة السعودية في حماية أمن الحدود السعودية بكل إقدام، انطلاقا مما يربط البلدين الشقيقين من علاقات الأخوة التاريخية الوثيقة التي تمتد جذورها عبر التاريخ. معربا جلالة الملك المفدى عن بالغ تقديره واعتزازه للمواقف الوطنية الثابتة للمواطنين الكرام كافة على ما يبدونه من مواقف راسخة على الحق، وشاكرا جلالته أيده الله قائد المدفعية الملكية وجميع منتسبيها على ما يقومون به من واجبات وطنية مشرفة بعزيمة صادقة وروح معنوية عالية، متمنيا لجميع منتسبي قوة دفاع البحرين دوام التوفيق والنصر والسداد في مختلف مواقع عملهم. هذا وقد أكد سعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان نيابة عن جميع ضباط وضباط صف وأفراد قوة دفاع البحرين عن صادق الولاء وخالص العهد والوفاء لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، مؤكدين لجلالته أن الدفاع عن الوطن العزيز أمانة مقدسة في أعناقنا، وباذلين الأرواح فداء لجلالته ولهذا الوطن العزيز. وأضاف سعادة رئيس هيئة الأركان إلى أن التدخلات الإيرانية المتكررة تجاه مملكة البحرين وبمختلف أشكالها مرفوضة رفضا قاطعا ومستنكرة بشدة من جميع ضباط وضباط صف وأفراد قوة دفاع البحرين. وأضاف سعادته أن التصريحات المسيئة والممارسات الإيرانية العدائية لن تزيد قوة دفاع البحرين إلا إصرارا على التضحية والفداء لأداء واجبها الوطني العظيم تجاه هذا الوطن العزيز، وستزيدها تصميما على العزم والمضي لتأمين الحماية لسيادتها، وتزيدها إحساسا بعظم المسؤولية الوطنية الراسخة التي لا ينازعها منازع، لتظل هذه القوة الأبية حصنا قويا وسدا منيعا لحماية البحرين والذود عنها، ولتبقى راية البحرين بإذن الله عالية خفاقة تسمو بالعزة والفخر تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه.